بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع نص: أنت حر ما لم تضر. أنت حر ما لم تضر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نبدأ شرح أعزائي التلاميذ. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. المعاني هنا: مثل معناها شبيه ونظير، حدود الله معناها المراد بها الأوامر والنواهي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيشبه هؤلاء الذين قائمون على حدود الله وأوامره ونواهيه كمثل، بيشبههم بهؤلاء الذين أجروا القرعة على سفينة. الواقع فيها أي المخالف لتعليم الله ومنهجه. استهموا معناها اقترعوا واقتسموا، يعني عمل قرعة على السفينة، مين هيقعد فوق ومين هيجلس تحت. المعنى: هذا مثل عظيم يشبه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حال الناس وموقفهم مما يكون في المجتمع بحال هؤلاء القوم الذين ركبوا السفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق القرعة. الجماليات: القائم على حدود الله تصوير جميل لتعليم الله بالحدود والمتمسك بها بصورة القائم الحارس لها. يبقى هنا في تشبيهين: تشبيه لتعليم الله بالحدود، وتشبيه للمتمسك بهذه التعليم بصورة القائم على هذه الحدود الحارس لها، كأنه إنسان يقوم بحراسة هذه الحدود. الواقع فيها تصوير لمن يخالف تعليم الله بمن يتخطى هذه الحدود، يعني بيشبه هذا الذي يخالف تعليم الله بالإنسان الذي يتخطى تلك الحدود التي يحرسها الإنسان ويقع في المخالفة ويرتكب المعصية. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. يبقى هم بعد ما عملوا القرعة مجموعة من الناس أخذوا حصلوا على الجزء الأعلى، ومجموعة من الناس حصلوا على الجزء الأسفل. كلمة أصابة معناها أخذ ونال وحصل على، استقوا من الماء أي أرادوا أن يشربوا. المعنى: كان من نصيب هؤلاء الناس بعد ما عملوا القرعة، مين هيبقى فوق ومين هيبقى تحت، كان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة، وكان من نصيب الآخرين الجزء الأسفل منها، يعني شوية ناس هيبقى فوق وشوية ناس هيبقى في الجزء الأسفل. كان اللي في الجزء الأسفل يصعدون لأعلى السفينة لكي يشربوا، يعني كل ما يعوزوا يشربوا يطلعوا فوق لأعلى السفينة. فلما رأى، لما الجماعة اللي تحت اللي هم ساكنين في الأسفل لما رأوا تأذي أهل العلو بهم، إن هم كانوا متهيئ لهم إن هم بيأذوهم أو بيتضايقوا منهم، لما رأى الذين يسكنون في الجزء الأسفل أن الذين يجلسون في الجزء الأعلى يتضايقون منهم، عزموا على أن يحدثوا خرقا أو ثقبا في النصيب، في نصيبهم اللي هو الجزء الأسفل، لكي يحصلوا منه على الماء ليشربوا دون الحاجة إلى الصعود لأعلى، ودون الحاجة إلى أن يضايقوا وأن يؤذوا من فوقهم. يبقى هم هؤلاء الناس الذين حصلوا على الجزء الأسفل يريدون أن يقومون بخرق ثقب في السفينة لكي يشربوا منه ماء. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم، من اللي تركوهم؟ الناس اللي في الأعلى، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المعاني هنا: ما أرادوا يقصد بها إحداث ثقب في السفينة. يبقى لو جماعة اللي ساكنين في الجزء الأعلى في السفينة تركوا هؤلاء الذين يجلسون في الجزء الأسفل وما يريدون، أي يريدوا إحداث ثقب في السفينة، لو تركوهم يفعلون ذلك لهلكت السفينة وما عليها، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا، أي منعوهم بالقوة.
نصيبنا الجزء الذي يقيمون فيه من السفينة. والخرق معناها الثقب، ولم نؤذي معناها لم نضر. المعنى يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا يخلو حينئذ من نتيجتين. يعني هم عايزين، هم لما الجماعة اللي هم ساكنين في أسفل السفينة لما رأوا أن الجماعة اللي ساكنين في أعلى السفينة يتضايقون من صعودهم لأعلى لكي يشربوا، فقرروا أن يحدثوا خرقا في السفينة لكي يصعد الماء إليهم ويشربوا منهم. وهنا في هذه النقطة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أو يخبرنا بأن الأمر لا يخلو من إحدى النتيجتين. النتيجة الأولى إما أن يقوم أهل العلو اللي هم اللي ساكنين في الجزء الأعلى بواجبهم في منع هذه الكارثة فتنجو السفينة ومن عليها وينجو الجميع، وإما أن يتركوهم وشأنهم يحدثون ما يحدثون من ثقوب في السفينة بدعوى أن نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون، وحينئذ تكون النتيجة الحتمية هي هلاك السفينة وهلاك الجميع من عليها سواء اللي في الجزء الأعلى أو اللي في الجزء الأسفل. الجماليات في هذه الفقرة: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية، يبقى هم مش حاسين بالمسؤولية، مش عارفين نتيجة اللي يعملوا ده إيه، تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية. أخذوا على أيديهم، تصوير يدل على منع الضرر بالقوة ومنع الحركة الفاسدة، إن هم يمنعوهم ولو بالقوة. القائم، تعبير القائم على حدود الله والواقع فيها وأعلاها وأسفلها. تركوهم وأخذوا على أيديهم، كل هذه مقابلات توضح المعنى أو تضادات توضح المعنى. إذا كان التضاد بين كلمة وكلمة فهو تضاد، وإذا كان التضاد بين جملة وجملة فهو مقابلة. فهذه المقابلات وهذه التضادات توضح المعنى وتقويه. معاني المفردات في هذا الدرس أعزائي التلاميذ: مثل معناها شبيه ونظير. القائم هو المتولي والمشرف. حدود الله معناها المراد بها الأوامر والنواهي. الواقع فيها أي المخالف لتعليم الله ومنهجه والتارك لهذه التعليم ولهذا المنهج. قوم هم جماعة من الناس، استهموا أي اقترعوا واقتسموا، يعملوا قرعة يعني من اللي هيبقى فوق ومن اللي هيبقى تحت. أصاب معناها أخذ ونال وحصل على. أعلى والجزء الأعلى من السفينة ومؤنثها عليا. استقوا من الماء أي أرادوا أن يشربوا. نصيبنا والجزء الذي يقيمون فيه من السفينة، الجزء الذي يقيمون فيه من السفينة. الخرق معناها الثقب. لم نؤذي معناها لم نضر. ما أرادوا يقصد بها إحداث ثقب في السفينة. أخذوا على أيديهم أي منعوهم بالقوة. من جمال التعبير في النص، هنا تجميع لكل جماليات التعبير في هذا الدرس إن شاء الله: القائم على حدود الله، تصوير جميل لتعليم الله بالحدود والمتمسك بها بصورة القائم الحارس لها. الواقع فيها، تصوير لمن يخالف تعليم الله بمن يتخطى الحدود ويقع في المخالفة ويرتكب المعصية. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، تعبير يدل على عدم الإحساس بالمسؤولية. طبعا هم مش حاسين الخرق اللي يعملوه في السفينة ده، مش عارفين ان هذا سيكون نتيجته غرق السفينة وهلاك الجميع. أخذوا على أيديهم، تصوير يدل على منع الضرر ولو بالقوة ومنع الحركة الفاسدة. قلنا أن القائم على حدود الله والواقع فيها مقابلة، أعلاها وأسفلها مقابلة، تركوهم وأخذوا على أيديهم مقابلة. هذه المقابلات وهذه التضادات توضح المعنى وتقوي. خلاصة النص أعزائي التلاميذ: أنت حر ما لم تضر. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم من يضرون المجتمع بمن ركبوا على السفينة، فاقتسموا السفينة فحصل أناس منهم على الجزء الأسفل. هو المشكلة كلها في الناس اللي أخذوا الجزء الأسفل، فأرادوا أن يخرقوا السفينة ليشربوا ماء. لو تركوهم الآخرون لهلكت السفينة وهلكوا جميعا، ولو منعوهم ولو بالقوة لنجت السفينة ونجوا جميعا. كيف يأتي السؤال في هذا الدرس أعزائي التلاميذ؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مرادف كلمة الخرق، يا ترى الثقاب ولا الثقب ولا الثقة؟ ها، من يقول لي مرادف كلمة الخرق؟ أيوة، ممتاز، كلمة الثقب.
مضاد كلمة أعلاها عكس أعلاها، أسفلها ولا أوسطها ولا فوقها؟ مين يقول؟ مين يفكر؟ أيوة ممتاز، قول أسفلها. جمع القائم، واحد قائم واحد. الجمع القوام ولا القوم ولا القائمون؟ قائم وقائم 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 هم، ممتاز قائمون. مفرد كلمة حدود، حد ولا حديد ولا حدقة؟ أيوة مجموعة من الحدود، الواحد منها نقول عليه إيه؟ ممتاز نقول عليه حد. اقرأ الحديث ثم أجب. ما الفرق بينه؟ أخذوا على أيديهم وأخذوا بأيديهم، إيه الفرق بين الاثنين؟ شوف حرف الجر بيغير معنى الكلام تماما. أخذوا على أيديهم والتانية أخذوا بأيديهم، إيه الفرق بينهم؟ مين يقول؟ أيوة ممتاز، فكر فكر. أخذوا على أيديهم أي منعوهم بالقوة، يمنعوهم ولو بالقوة أنهم يعملوا الحاجة دي، تمام. أخذوا بأيديهم، ممتاز، أي ساعدوهم وعاونوهم. شوف تغيير حرف الجر في الجملة غير معنى الجملة تماما. أخذوا على أيديهم معناها منعوهم بالقوة، أخذوا بأيديهم أي ساعدوهم وعاونوهم. ما الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف؟ بيدعونا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى التفكير في مصلحة الجماعة العامة قبل مصلحة الفرد الخاصة، يدعو إلى الإسراع إلى معالجة الانحراف والخطأ ليصلح المجتمع وينجو الجميع. مش نستنى أما نشوف الخرق ده هيعمل إيه أو الثقب ده هيعمل إيه، ولو لقيناه هيضر السفينة نبقى نسده، لا، من البداية كده نسرع إلى معالجة الانحراف. إلى أي شيء يرشدنا الحديث؟ الحديث بيرشدنا إلى أشياء كثيرة اذكرها. يرشدنا الحديث الشريف إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموه أخلاقيه وحسن توجيهه وبلاغة أسلوبه، وجوب الالتزام بمنهج الله وعدم الخروج عنه، وذلك باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، توضيح مفهوم الحرية فهي مقيدة بمنهج الله ومصلحة الأمة. مش كل واحد يعمل اللي على مزاجه، ما دام قلنا ان في حرية حتى ولو اللي هيعمله ده يضر المجتمع، لا، في قيود للحرية هي مقيدة بمنهج الله ومصلحة الأمة. الحرص على سلامة وحماية الأشرار من أنفسهم وبالتالي حماية المجتمع من أشرارهم. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا النص، ومع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.